نجمة وعليها الكلام. مشروع صناعة مكونات سيارات باستثمار 200 مليون دينار، وهذا استثمار ألماني في تونس في ولاية المنستير. إذا دل على شيء يدل على عودة الروح للاقتصاد التونسي، عودة ثقة المستثمرين الأجانب في تونس. هذا جاء على خاطر فما مناخ استثمار قاعد يتحسن، فما عودة الحركة الاقتصادية، فما بنية تحتية قاعدة تتطور، وفما أيضا حرص كبير من الحكومة ومن المسؤولين في الجهة على تسريع ودفع هذه المشاريع. 5000 موطن شغل، هذا مهم. حاولنا أن نسرعه ونذلوا كل التراتيب وكل العراقيل. هناك توجه كبير للحكومة في الأسابيع القليلة القادمة لمعنى تخفيض التعقيدات الإدارية اللي هي تمثل عائق الاستثمار. كما قلت سيصدر إن شاء الله في الرائد الرسمي الأسبوع القادم أمر ينظم التراخيص. سيكون هناك تقريب 7 مجالات فقط معنية بالتراخيص، وكل الأنشطة التي ليست موجودة في هذه القائمة ستكون حرة للاستثمار، وهذه هي مبدأ حرية الاستثمار. هذا مهم جدا، وإن شاء الله يخلق حقيقة ثورة في الجانب التشريعي التونسي ويسهل العراقيل ويخلق موطن شغل، لأنه الهدف في آخر المطاف هو الترفيع في نسبة النمو. ديما نقولوا أن هناك عودة كبيرة للاقتصاد التونسي، القدرة التنافسية موجودة، هناك للأسف صعوبات ما زالت في المالية العمومية في الصناديق الاجتماعية، نحلوا المشاكل هذه، ولكن اليوم الاقتصاد التونسي قاعد يتعافى والأرقام تدل على ذلك في مستوى التصدير في مستوى السياحة. واليوم إن شاء الله الغيث النافع اليوم إن شاء الله يكون صابة بشرة خير للصابة متاعنا إن شاء الله ربي يوصل بالسلامة. طبعا كما تعرفوا ليوني هي منتصبة في تونس منذ 40 سنة، احتفلنا ب 40 سنة عام الأول، وليوني تشغل أكبر مشغل للعاملة في تونس إلى جانب السلطة، وهي تشغل حاليا ما فوق 16 عامل عاملة. عندنا زوج وحدات في ماتر في الشمال، وعندنا زوج وحدات في سوسة. الوحدة هذه توسعها باش تقوم تصنيع الكابلاجات بور لي فوتور إلكتريك 100% إلكتريك، باش تنطلق الأشغال فيها يوم 1 أكتوبر إن شاء الله السنة، باش تشغل بإذن الله 5000 عامل عاملة بينها وبين الوحدة الموجودة في سيدي بوعلي. سيدي بوعلي عندنا 1200 خدام، ولهنا البقية نتاع 5000 دونك 3800 3500. الموقع هذا اخترناه يعني بعد دراسة عميقة، أول شيء ما يكونش بعيد منطقة داخلية 100%، لأنه يصعب علينا الإكسبور، لأنه يلزمنا بوسكي برودكسيون جاست إن تايم، يلزمنا إلا نصنعوه اليوم نسقوه اليوم، دونك اخترنا بلاصة قريبة للطرود. ما سمير جياب بي دي جي دو جروب أليانس، هما جاونا لنحنا خاطر احنا عندنا إكسبيريونس إنترناسيونال، و معناتها عندنا دي بروسيدور كي كوريسبوند بلوس ألور دوموند. Ou la rapidité d'exécution, les procédures. Ils avaient un délai très très court. Ils aiment, on livre la première tranche le 1er octobre, 4000 mètres carrés. Les équipes tunisiennes en plus, je crois que 98% de nos équipes sont tunisiennes. Et on a un gros management français, c'est sûr, mais qui vient de ma part, bien sûr. Et, les baisses, ils nous ont fait confiance, on doit le faire. Donc l'ard 100 000 mètres carrés, ou le bagnel col 50 000 mètres carrés. Première tranche doit être livrée le 1er octobre 4 000 mètres carrés, 30 janvier 20 000 mètres carrés, 30 avril 6 000 mètres carrés, ensuite 6 000 jusqu'à la livraison. Donc la totalité du projet 18 000 mètres carrés. Le coût du projet est à peu près de 35 millions. Et voilà, donc toutes les études sont faites en parallèle de la construction. Olébès, on va y arriver. Nijma, wa'aliha l'éclair.